الفتحة اللي ظهرت أمام باب النصر تاريخ اليوم 8 آذار 2018 الفتحة أثناء حفر كابلات الكهرباء بالمنطقة. انصقبت الأرض وطلعت مثل سقف يبدو أبو أو يبدو سرداب أو رواق. راح نحاول ننزل الكاميرا لحتى نصور ايش موجود من تحت. طبعا تم ابلاغ مديرية الاثار وتم الكشف عليه وهلا في انتظار متابعة الاجراءات. دور ابو رحمه دور على الداير. سلام احمد الله حيه. ايش عرفني طلع عبر جدي عبر الفرعون والقرع. رجع خير رجع الله قدم عليه شغله دفني. صار دفني؟ لا لا عبالك نحن يعني بكيت النار؟ لا الموبايل لا لا لا